Podbean Channel. السلام عليكم ورحمة الله. معكم المقدم شريف ياسين ملقب بملزج. اليوم كيف ما شفتوا معايا في بعض دي فيديو في الليلة ديال الحضرة مسمى بالصدقة، صدقة ديال رجال الله. داكشي باش نتكلم على يعني كيفاش توقع من الليلة، فيكين فيها بعض الاسرار وفيها بعض اللي حوايج اللي نورمال اللي عادي. كما شفتو كنعملو تكون واحد الذبيحه اللي كتكون ربانيه يعني بسم الله وبذكر الله طبعا، وكتذبح باش كطيب الناس وتطعم الناس اللي كيحضروا في ديك الصدقه او اللي كيحضروا في ديك الليله، وكيفاش كتقام على الشخص اللي هو داير له ديك الصدقه باش بلا عفو باش الامور كتيسر والى غير ذلك في اشياء يعني اللي اسرار هما بينا وبين بين رجال الله بالجواد، وكل واحد وشنو المبتغى ديالو طبعا. كيف ما تشوف عنا كيف تقام هكاك يعني الحضره الليله، والطقوس بعد الطقوس كيفاش كنشوفوا كيفاش كنديروا الجدبه، كيفاش يقام الحال، كيفاش بعد الطقوس اللي هي معينه والى غير ذلك. هاد الليالي يعني زعما قلتي لي السؤال انا ما كتغضبش الله، طبعا لا، لان ما كنديرو شي حاجه اللي هي حرام، ما كنديرو شي حاجه اللي هي شركي يعني واش كندخلوا فيها الشرك او لا نوع من السحر او لا نهائيا، لان هاد الصدقه كما قلت لك اسم على مستوى يعني الصدقه، يعني صدقه كتعرض على الناس كطيب لهم انك كتجبد منك واحد القدر من المال اللي كتصدقوا على الفقراء والمساكين، وداك الذبيحه حتى الدار كنطيبوا منها، وداك الشيء اللي ما تبقى كنصدقوا في سبيل الله على الفقراء وعلى المساكين، كيستبركوا الناس اللي كيجوا المجاديب ودوك اللي مراضين. انا اعرف الناس اللي فيهم الحال هما اللي غيعرفوا هذا الشيء، هما اللي يقدروا هذا الاسم هذا وهذه الهضره اللي كنقول، يعني مراضين وكتلبي لهم ديك الحضره بحال اللي كيوليو لاباس، يعني كي ما كيبقاش داك المرض مراضين يعني يوم ضيومين وهذا كيتفاجاو وكيدعيو معاك، يعني برغم ديك الدعوه يعني الحمد لله ربك ييسر لك شحال من طريق، شي حاجه كنتي باغيها كتطلب من الله بحال تقول كتزيد تقرب اكثر واكثر للاله، ماشي يعني لا الجن ولا هذا ولا ديك، ما كاينش ديك الهضره. كاين اللي كيمنع يعني تيقول لك هذا الشيء شرك او لا الطبل او لا، ولكن كما تنقول ما تعرف بالحال، ما يعرف بحالك غير اللي بحالك، يعني اللي فيه نفس الحال،
حيت ما غاديش يقدر الانسان، حيت شحال من واحد ما لقاش لخاطره وما خلى ما يدار يعني، ولكن فيه الحال مثل وذلك يعني. بحال نحنا دابا الحمد لله كنديروا جميع يعني العباده ديالنا، صلاه القران عادي نورمال يعني، القران كنقرا وكندير الرقيه انا شخصيا، كندير عندي ملوك ربانية يعني ديك الحضره اولادها بحال اللي كانت تلبي فيها واحد الحاجه، بحال نقولوا رياضه روحيه، رياضة روحية يعني لابد انك ديرها، محسوب عليك ماشي شي حاجة اللي هي غاف. رغم كاين بعض الشعوذة اللي كيديروا شي حاجة ديال التشعويد وكاين اللي لا، يعني كنقول انا كاين فرق، هذا اللي كان معلوم معلوم. كاين الليالي اللي كتقام يعني باموال اللي هي باهظة، كاين الليلة اللي كتقام ب20 مليون، كاين اللي كتقام ب30 مليون، كاين اللي كتقام حتى 40 مليون، وانت يعني على حسب قدر كل واحد، كاين اللي 10، كاين اللي 4، كاين اللي مليون. يعني ابسط الليالي 5000 درهم، هادي شي ليله يعني بسيطه بسيطه ابسط ما كاين، وعلى حساب كل واحد والمبتغى ديالو، كل واحد شنو باغي، كل واحد شنو، كل واحد على حساب الملك اللي كيخدم، كل واحد على حساب الملوك اللي هما اش كيادي لهم. كيفاش بديت كنجذب؟ هو ماشي كيفاش، لانك كيكون تقام يعني الحضره كيكونوا دوك نوع من دوك يعني هذوك الفقراء اللي تيكونوا تيخدموا بنوع من الطبول وبذكر الله وبمسائل، يعني ما كتشعرش براسك حتى كتنوض كتجذب يعني بدون شعور نهائيا، يعني كيكون داك الملك طالع او لا باسم يعني الجواد، هما اللي كيكونوا كترغب انك تلقى راسك وسط الحضره. يعني الجذبه هي ماشي تعبير، تقدر تقول واحد الحاجه اللي روحيه، يعني كتجذب هل كتلبي واحد الطاقه بانك شيئا ما نقولوا كتخرج الطاقة السلبية كتولي واحد الطاقة إيجابية، يعني هذا هو المبتغى ديالها، وكاين بين أسرار كثيرة من وراء هاد الجذبة. هاد الليلة كيف ما قلت لك يعني تنقولوا حنا الصدقة، صدقة ديال رجال الله، ندير الجهد بحال اللي كتعرض على الناس، كتعرض على المجاديب، كتعرض على رجال الله حتى هما شخصيا باش كيحضروا معانا، وكت يعني وكت داك الغرض اللي بغيتي وداك اولا مرض اولا شي حاجه باش كيطلقوا السلاح، باش شحال من امر يعني كيكون مبتغى في ديك الصدقه، باش الامور كتزيد وكتجمع دوك المجاديب وكشي، كيكونوا دعوات ديال الخير، كيكونوا يعني كاين الناس كيدعيو الله، هذوك الفقراء كيدعيو الله او لهم يسمى بجلاله يعني كيدعيو الله، والملاقه ديال هذا باش كاين واحد المبتغى واحد المقصود كيوصل. هادشي اللي كاين، كاين فرق بين الجواد الربانيين والجواد اللي تابعين للشيطان وتابعين للاله، اعوذ بالله، تابعين يعني للشياطين والمرده وداكشي، كاين فرق اللي هو شاسع وكبير. الجن الرباني تيكون من الجيل الكبار يعني اللي تكونوا ملوك وحاكمين هما الجن في قبائل وشعوب، يعني وهذا رجال الله هادو الملوك يعني ماشي تقرب منهم او لا بحال اكرام الضيف شيئا ما، كمثال يعني يجي عندك شي حد بغيتي من شي حد شي حاجه او لا كيتعرض له كتكرم يعني داك الضيف، كتجيب له الحلوى ديال الماكله هادي هادي كيحب، او طقس ديال يعني الحضره، هذاك طقس خاص وطقس يعني اللي روحي ولي تنقولوا حضره ربانيه، يعني كيكون فيها ذكر الله وكنجذبوا على الله ياك. وهذا يعني الفرق اللي كاين بين الجن الرباني والجن الشيطاني. كاين يعني فنانين كبار، كاين مشاهير، كاين الناس كبار يعني بزاف، الله يعاونهم والله يسهل على اي واحد اللي كيديروا هذا الشيء، ولكن حتى هما رغم ما لقاوش انه شكون زعما اللي بغى انه يدير هذا الشيء ياك، وتجي واحد الهضره واحد انتقادات من الناس، حتى واحد يعني شنو عنده الربح في هذا الشيء، الربح في هذا الشيء يعني ما يعني داك الشيء غير ارادي ومن عند الله، يعني تنقولوا هذا الشيء حنا الانسان ديما كيطلب العفو كيطلب من الله، ما كيطلب لا من الانس ولا من الجن. وهذوك المشاهير علاش يعني كيديروا كما قلتي بالسترة، على بحال هذه الهضره اللي غيبقاو يهضر انسان وغتولي حاجه اخرى، رغم ما يبقوا غني في الفن ديالهم غيوليو في حاجه اخرى، فهمتي؟ لذلك الانسان كيستر وستره مزيانه وكيستر، قال لك الستر اللي كيستر العباد كيستروا الله. بحال دابا كاين ناس يعني كيجاو عندي تيقولوا لك ما خلينا رقات، ما خلينا يعني معالجين، ما خلينا فين مشينا وما جابش الله يعني الشفاء، ما جابش الله تيسير. علاش؟ كيكونوا عندهم الجواد اولا تيكون عندهم رجال الله، وتكون واجبه عليهم الليله يعني خاصهم يديروا الليله والصدقه ديال الجواد، كتكون واجبه عليهم باش انهم يبقاوش داك المرض ديما مرادين او لا في حالتهم، او لا كتجي عندك وجههم معصور او مريض، وتيكونوا الجواد هما اللي يعني حابسين وزيرينه، ما تيخليت يقولك فوسخت، ما خليت ما درت،
ما خليت حتى حاجه ما بغات تقاد، تيكون هذاك الجواد، تيكون عندك الرجال تيكون من العرق، الجواد ما كيتحيدوش، انت خاصك تأدي الواجب، خاصك دير شوف الحساب فين طالع لك، فين مسائلك باش تقاد الطريق ديالك معاهم باش يتقادوا معاك. هذا هو اللي كان، ماشي كان تيقول لك لا، واه ماشي اي واحد غيدير الليله اللي تيكون هما شنو باغيين انك تستشر معاهم هما، ماشي انا جاي نقول لواحد دادي ولا هما اللي كيبالوك داكشي، انا غير واسط. حل بقى كاين الناس اللي كي يعني كيديروا داكشي، وكاين وكيقول لك دارنا او لا شي حاجه او لا، والامور هي كما هي او اكثر. علاش؟ خاص تشوفوا الشخص اللي كيقوم بديك الواجب او كيأدي داكشي، خاص تكون عنده يعني واحد الطابع اللي تيكون طابع رباني وطابع ديال الجواد، يعني هما باغينو وداكشي ملموس ومن خلال النظره ديال الواحد ومن خلال القلب والارتياح ديال الانسان فين ارتاح والاحساس ديالو شنو كيقول له، وكيتوكل على الله وكيدير نيتو في الله، كيقول توكلت على الله يا ربي ترشدني، الا كان خير مرحبا، ما كان خير راه ما كاينش. هادشي اللي كاين، كاين ناس اللي جيو درنا درنا والحمد لله، حتى تنصور داكشي الحق وطريقه، داكشي مسائله، داكشي خصو يكون يعني عنده نيت الناس ديالو ماشي غير من هبه ودب. وهادشي اللي كانوا تنطلبوا الله الخير، ومرحبا اللي بغى شي حاجه، مرحبا على الراس والعين، ونطلبوا الله الخير للجميع، والله يسهل الجميع، والله يعطف الجواد على وليداتهم. هادشي اللي كنطلبوا، والله يسر الجميع ومرحبا. واللي بغى يتواصل معايا راه كاينه عندي لاشين في اليوتيوب اسم المقدم الشريف ياسين، يعني راه كاينه تما، كاين الرقم ديالي، ومرحبا ديك الساعه يتواصلوا معايا ويكون خير ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.